جورج الماروني القبرصي البالغ من العمر 81 عاما يصر على قرع جرس كنيسة بلدة كارباتشا الواقعة تحت الاحتلال التركي، والتي يبلغ عدد الموارنة فيها حاليا 15 شخصا غالبيتهم من المسنين. هؤلاء المسنين الموارنة تحولوا بالنسبة للقبرصة اليونانيين رمزا للصمود كما يقولون، وهم يحرصون على أن يروا لزوارهم واقعهم تحت الاحتلال التركي، وهذا ما قاموا به أمام المشاركين في مؤتمر حوار الأديان في نيكوسيا، والذين استضافتهم ماريا في منزلها في كارباتشا وأعدت لهم ما لذ وطاب من حلويات تعلمتها من الأجداد. وإلى كور ماجيتي، القرية المارونية الأكبر في الشطر القبرصي الواقع تحت السيطرة التركية. هناك عدد الموارن المتبقين يبلغ نحو 150 مارونيا متحدرين من أصل لبناني، وغالبيتهم من المسنين أيضا، أما الأطفال وصغار السن فهم من القبارسة الأتراك. موارنة كور ماجيتي يحرصون على إبداء أصلهم اللبناني، ففي النادي المخصص لهم كل شيء هناك يذكرك بلبنان، وأهم ما في ذلك صور الذين تعاقبوا على رئاسة الجمهورية اللبنانية. شمعون بشير عمين بعرفهم منونة فرنجية لسخن كان بشير موكي بشير كان نادا. في قبرص يخشى الموارن في الشطر الواقع تحت السيطرة التركية من زوالهم هناك، إلا أنهم يرون بارقة أمل في موارنة لبنان والعالم من أجل خلاصهم، وهذا ما عبر عنه نائبهم في البرلمان القبرصي أنطونيوس حجي روسوس. So this is my request to you to transfer this message to our people in Lebanon so that they visit our village first to see how good it is and what is the potential of the village so that they invest in the village. في الشطر القبرصي الواقع تحت السيطرة التركية أكثر من قرية مارونية تحولت إلى ثكنة عسكرية تركية، ولن يكف الموارن من المطالبة بالعودة إليها.